نبدأ بقى بسرعة نشرح بقية الأفكار كده، تمام؟ أنا عندي، أنا شرحت كده الفكرتين دول اللي هما الأهم بالنسبة لي، أنا شايف دول أهم فكرتين عندك اللي هو بتوع المشروعين دول كده، تمام؟ واتكلمنا ايه اللي انت هتاخده بالظبط. طيب نيجي من هنا لهنا، تمام؟ نقول ان انت عندك ايه المسائل دي مرتبطة ب البيرنج، تمام؟ هتعمل ايه؟ تخش في المرجع 379، ادي من اول هنا كده، ديت كام؟ 379. بنقول ايه؟ بنقول انت عندك قوة اهي، تمام؟ في البتاع دي اهم حاجة تطلع لي الرياكشن اللي عند البيرنج، حلو؟ بنقول انت عندك قوتين اهم، القوتين دول هيسببوا لي تورك، خلاص؟ بنقول ان التورك بتاع القوتين دول بيساوي التورك بتاع القوتين دول، خلاص؟ فالتورك ده 500 في البعد في البعد العمودي اللي هو بتاع نص القطر ده في 4 ناقص 75 في 4 هيديني التورك اللي هنا بكام، تمام؟ تقول لي بقى تي 2 ناقص تي 1 في القيمة بتاعت دي ب 5، البعد العمودي اللي هي بتاعها ب 5، حلو؟ بيساوي ايه؟ بيساوي التورك اللي هيجي نتيجة دي اللي هو كان عبارة عن 500 ماينس 7.5 في 4. هو نفس المعنى، ان انا اقول لك 500 في 4 ناقص 75 في 4 هي نفس المعنى، وتجيب لي تي 2 ناقص تي 1 بتساوي كام، خلاص؟ طيب المفروض ان انت بتعمل ايه؟ هو في المسألة 79 اكيد هتلاقي مديك الكلام فوق، استنى نقراه. بيقول لي ان انا عندي في بيلت بولي، تمام؟ تو في بيلت بولي، المهم يعني البلت اللي عندي الباور از ترانسميتد ثرو، المهم البولي ديت اسيوم ان اللوز سايد بي از 15%، تمام؟ اللوز سايد ات البي، تمام؟ 15% من التنشن اللي على التايت سايد. يعني ايه؟ يعني في علاقة بين تي اي تي 2 وتي 1 دي، تمام؟ ان واحدة فيهم 15% من التانية. طب ده هتعرفها ازاي؟ طبعا بيحكم لك اتجاه الدوران، فهتلاقي اتجاه الدوران هنا ده، تمام؟ هيدور اكيد كده، فاتجاه الدوران هنا هيدور عكسه، فدي كده هو الايه؟ الجزء المشدود، التي اتنين ده المشدود، وتي واحد 15% تي اتنين، يبقى تي واحد هتشيل وتحط 15% تي اتنين، خلاص؟ يبقى تي اتنين ناقص 15% تي اتنين هتديك قيمة معينة، تمام؟ اللي هي بوينت 8.5 تي اتنين بيساوي، خلاص؟ ال 500 ناقص 75 في الـ4، تروح تطلع لي تي 2 قيمتها قد ايه وتي 1 قيمتها قد ايه، قدرت تطلعهم، تمام؟ بقى عندي قوتين هنا تجمعهم في المنتصف بمجموع القوتين، وقوتين هنا تجمعهم في المنتصف بمجموع القوتين، والقوة اللي عندي في اتجاه محور زد بس، فأكيد رد الفعل اللي على البيرنج هيكون في اتجاه محور زد بس، يعني أنا عندي قوة راديال واحدة بس، فلما أجي أحسب البيرنج عند شابتر 11 اللي هو هنا ده، هتلاقي البيرنج ايه؟ عندي قوة واحدة راديال، والقانون دايركت اللي هو بتاع الاي اف في في الى اخره، تمام؟ طيب نيجي على مسألة 83، نفس الفكرة بالظبط البتاع، وفي علاقة اكيد بين تي واحد وتي اتنين، تمام؟ اللي هو اصلا نفس العلاقة. طيب هنا نفس الفكرة بالظبط، بس المرة دي اداني ايه؟ ان انا بدل ما كنت المرة دي يعني هنا كانت في محور اكس بس، هنا واي بس، هنا بقى في واحدة في محور واي والتانية في محور اكس، هتعمل بنفس قانون التورك ما فيش مشكلة، بس هيديك رد فعل هنا اكس وواي، ورد فعل هنا ايه؟ اكس وواي اكيد، تمام؟ في ردين فعل وردين فعل، وتروح محللها زي ما كنا بنحللها، ان انا عندي اكس واي اهي وعندي اكس زد والى اخره، تمام؟ طب في رد فعل، اسف، في الزد وفي في الواي، يبقى هنا في الزد وفي في الواي، وهنا في الزد في الواي، تمام؟ لكن دي كان في اتجاه محور زد بس هو الايه؟ القوه اللي عندي، ودي كانت في اتجاه محور واي بس. هنا قال لك واخدها بميل، فهتروح بعد ما تخلص تقول له، ممكن تقول له ان القوه المحصله اللي عندي تبقى عباره عن 45 زائد 300، 345، واخده الزاويه دي اللي هي زاويه 45، وتروح محلل ان انا عندي 345 تان و345 اسف كوزاين وساين، تمام؟ وخلص، بدل ما تحلل كل واحده لوحدها، لا، حلل المحصله كلها على زاويه 45 برضه، تمام؟ نفس الفكره، هتلاقيهم ايه؟ محلولين هنا في البي دي اف دوت. هتلاقي اول مسألة دي اللي هي دي اللي انا بقول لك عليها، هتلاقيها في محور زد بس، وزميلنا الله يبارك له حلها ايه في البتاع دي، وطلع ردود الافعال، امشي معاه واحدة واحدة وطلع ردود الافعال، بعد كده راح معوض في القانون ومطلع طبعا بشابتر المسألة اللي في شابتر 11، وطلع قيمة الايه السي 10 بكام. هنا نفس الفكرة قلت لك، بس رد الفعل في الواي المرة دي، بس في البتاع دي هتلاقيه هو بيحل في الورقة بتاعته حل المسألتين، المسألة الاولى هنا، تمام؟ بعد كده راح نقل نفسه حل المسألة التانية، قال لك بروبلم 11 18، فأنا جمعتهم و381، فأنا جمعت لك المسألتين اللي هو حلهم دي ودي، خلاص؟ طيب بعد كده هتلاقي
راح حالل المسألة الرابعة اللي هي بنفس الفكرة بالظبط بس واخدة زاوية ميل، تمام، اللي هي المسألة دي راح حلها في البي دي اف ده، تمام، وظبطها والتحليل يمشي معاه بس واحدة واحدة كده تلاقي نفسك ظبطت الدنيا كلها. طيب لسه المسألة بتاعت البيفل جير، خلاص، فالمسألة بتاعت البيفل جير دي بقول لك احنا كده خلصنا الأربعة دول، هو خلصهم كلهم في الأربع ورقات اللي ورا بعض دي. المسألة بتاعت البيفر جير دي هو حل بس دي، وحل 11-47. أنا هخليك تبص على 13-48 كمان معاها بالمرة. طيب في 13-85، خلينا نروح كده على 13 على 3-85 آسف، اللي هي المسألة دي، تمام. طيب المسألة دي بنقول إيه؟ بنقول إن هو إداني قوة الإف إي، بيقول لي القوة إف إي ديت لو أنا لو ببص لها من ناحية المحور سي دي، يعني أنا من الآخر على الجير ده، تمام، هتكون ده مقدارها. هو ادهاني بدل ما اعمل ايه، بدل ما اقعد تحسب انت ويديك الباور ومش عارف ايه، ادالك دايركت، فقال لك ان انا هيكون عندي في اتجاه لو انا شغال على المحور ده تاني اهو، خلاص، هيكون عندي عند نقطة ايه دي، تمام، القوة بتاعتي سالب 92.8 في اتجاه محور اي، محور اكس هو فرض الناحية دي اللي هو بيناظر اي، يبقى هو ايه اتجاهها سالب الاتجاه ده. طيب وبعد كده سالب 362.8 في اتجاه محور جي، ادي محور جي هو فرض الواي اللي فوق يبقى هي الاسفل، وبعد كده القوة التالتة 808 كي يبقى هي ايه تفرض زد دي ان هي خارجة للصفحة، تبقى دي خارجة بره الصفحة، تمام. طيب بعد ما تحسب بعد ما تعمل دي، هو بيقول لي ايه اصلا، بيقول لي ارسم لي الفري بودي دياجرام بتاع القوة اللي عندي اللي هي ردود الافعال دي والقوة دي والى اخره. سيبك من ده كله، هو احنا لما بنيجي نحسب بيكون مطلوب مننا نجيب الرياكشنات اللي عند الدي وعند السي. هتعمل ايه؟ قال لك نفس الفكره بالظبط، يا اما تعمل تفرض ان في عندي رياكشنين هنا، حلو، ورياكشنين هنا. طب واحد يقول لي طب وليه ما افرضش ان في رياكشن تالت؟ هقول له كده كده الرياكشن التالت هشيل القوه الايه؟ الاكسيال، مش دي القوه الاكسيال؟ صح؟ هتجيب على اي واحد فيهم تقول ان في قوه عكسه وخلاص، طبعا المفروض دي خارج الصفحه ما فيش اتجاه محور اتجاه محور واي، تمام. القوه الاكسيال هي اللي في اتجاه محور واي في البتاع دي، هو عامه مش عايز يحسب على دي، هو كان عايز يحسب على الاي والبي، تمام. فتقول له تمام، هو عايز يحسب على الاي والبي، اول حاجه تعرفها انك لما تيجي تشتغل على الجير اللي على الاي والبي اعكس لي اتجاه الثلاث قوى دول، يعني خلي دي موجب موجب وديت سالب، قشطه، تمام. طيب فتروح جاي من عند نقطه دي تقول له ادي ديت اللي كنت بقول انها في اتجاه محور واي اللي هو الاكس، هتبقى كده يبقى الاكسيال على محور اكس الناحيه دي، صح، وكنت بقول لك دايما في البيفل اعرف قاعده كده الراديال عكس الاكسل، فالراديال اللي هنا فعلا اهو هيكون عكس الاكسل الناحيه دي اللي هو كده، تمام، اللي هو مع اتجاه محور اكس، والتانيه قلنا موجب برضو فهتبقى مع اتجاه محور واي، لان احنا بنقول ادي الاكسيال في اتجاه محور واي المره دي اللي هو كان لاسفل يبقى الراديال اللي اعلى، صح، بس، والتانجنشال قال لك هتكون اشارتها سالبه، فبدل ما كنا بنقول اللي بره تبقى اللي جوه كده. يبقى انا عرفت ان التنجنشال فورس اللي عندي ب 808 كده كده، تمام، حلو. بعد كده احسب الرياكشن فورس اللي عندي الاي وعند البي، احسبها ازاي؟ يا اما تكون رسمها واحده واحده وتطلعها، يا لو عملتها في 3 دي عادي، يا اما تفصلها اكس واي واكس زد وتطلع لي القوه اللي عند البيرنج. اهم حاجه ان الاكسيال لازم يكون ده اتجاه الاكسيال اهو، لازم اخليها ضغط، فتقول لي عند ايه ضغط وعند بي ضغط، اقول لك صح، عند ايه ضغط وعند بي ضغط، عشان كده اقول لك في المساله دي افرض ان البيرنج ايه هو اللي هيشيل الثراست لود، وفوق كان بيقول لي افرض ان البيرنج بي هو اللي هيشيل الثراست لود، وعايزنا نحسب على البتاع دي. طيب فما تحلش المساله دي كامله بالشكل ده، انت بس هات لي الرياكشنات اللي عند الاي وعند البي، تمام، كده كده انت هيبقى عندك رياكشنين، رياكشن في اتجاه محور واي عند المنطقه دي، ورياكشن في اتجاه محور زد اللي في اكس ده، هو رياكشن واحد هتحطه عند البي ايه، هتحطه عند البي، وكده كده هيعاكس الاكسيال لود اللي عندي اللي هو في اتجاه محور مين؟ اكس. مين اللي في اتجاه محور اكس؟ ال 92.8. طيب وانت بتيجي تحل هيروح نقلك على المساله اللي هي 11 47 اللي هتلاقي زميلنا حللها هنا في البتاع ده، هتلاقي حالل معاها 11 47 اللي هي ايه؟ انت طبعا هتقعد تحسب، ده هو حاسبها هنا بطريقه المنتجات، فما تحسبش دي، اتاكد بس من الناتج هنا، او حاسبها بالفيكتور، ما تحسبهاش انت فيكتور، تمام؟ ملهاش لازمه تحسبها فيكتور، احسبها احسن لك بسيجما المومنت مثلا في اتجاه الاكس والواي والزد اللي هي لو 3 دي، ده احسن، يعني سيجما ام ايه حوالين محور اكس وسيجما ام اللي انا شرحتها قبل كده، تمام، او افصلها اكس واي واكس زد، هي نفس الفكره، مش تفرق معاك حاجه. بعد كده هو بيجيب ال جاب لك محصله الاف الراديال والاف الراديال عند البي، وقال لك ان انا عندي اف اكسيال مره تبقى عند البي ومره تبقى عند الاي، ده اللي هو عمله، تمام. هتنزل هنا
هيروح يقول لك ان انا الاف الاكسيال دي على حسب المساله 11 تم 47 بتقول لي ان انا عندي اللي انا هختاره هيكون تيبرد ريليابيليتي اسيومنج ان انا الداتا في ماجنيفاكتشر 1 ماشي. ماجنيفاكتشر 1 دي تمام اللي هو ايه تيبرد، كانت بتبقى التيبرد، فانا هخش احسب على التيبرد رول. فكنا بنقول التيبرد اللي عندك بتقول ايه، اول حاجه تحسب اف اي ايه واف اي بي صح، لان احنا كنا بنجيب بدايه الاف ار والاف ار بي، بعد كده تقول لي هي الاف اي بي زائد الاف اي اي بيساوي ايه كمقدار، وتقول لي هل الاف اي اي اكبر ولا اقل من الاف اي بي تمام، من الاف اي بي زائد الاف اي اي. طب هي طلعت اقل، يبقى تحسب بالقوانين المعينه دي تطلع لي الاف اي اي والاف اي بي، وتروح في الاخر تعمل ايه تعوض لي في القانون بتاع الاف دي، بس بشرط ان 9 من 10 اللي هو كان مديها لك هتاخد الجذر بتاعها. ليه؟ لان هو كان مديني 9 من 10 للريليابيليتي دي للنظام اللي هو بتاع الاي والبي مع بعض، يبقى انت محتاج ايه تاخد الجذر التربيعي لدي تربيع زائد دي تربيع. مش عايز خالص اعملها لسبب انا بقول لك ان البتاع لازم يجي فيه اجمع تمام، والبيفل جير احنا ما خدناش اجمع ديزاين للبيفل جير تمام، فممكن تعملها عادي خلاص. طيب نفسها 85 هي 87 تمام، يبقى احنا كده ايه اتكلمنا برضو عن فكرة الاتنين دول سريعا كده. طيب اخر حاجة خالص ال 88 وال90 برضو هتلاقي المسائل دي مكملة للاخر اللي فين ليه عندها لحد ال 14. طيب هتعمل ايه؟ قال لك اول حاجة ال 88 وال90 هتفتح الملف ده تخش على 88 تلاقي المسألة دي فيها ايه، فيها حاجة اسمها سبروكيت تمام اللي هو جنزير تمام، فمش هتبقى فاهم، اقرأ المسألة واحدة واحدة وبالراحة. التركي عندي ب 100 نيوتن تمام. طيب وبيقول لك ايه التركي اللي عندي ده اللي هو عند مين، عند الاي عند الـ عند اللي هو الجير ده يعني تمام. فبيقول لي هنشوفها دلوقتي ابلايد على الشفت الاي اف جي، على ابلايد على الشفت ده تركي 100 نيوتن. طيب 100 نيوتن في المتر يعني. طب بيقول لي لما يكون بيلف بكونستانت سبيد عند عنده جير اسمه اف تمام، واف ده بينقل عن طريق جير تاني اسمه سي تمام. طيب والسبروكت بتاع بي عند الجير سي ومش عارف، واداني الرسمه دي. طيب فقال لي ان انت عندك الدايمتر البيتش بكذا وكذا وكذا والى اخره، اللي هي اسف البيتش دايمتر دي، البيتش دايمتر اللي هي الدايمترز يعني. ف بيقول لي انا عايز ايه من الاخر، بيقول لي انا مديك البريشر انجل بتاعت الاتنين جير دول ب 20، الزاويه ب 20، وافترض ما فيش فريكشن، ده كله ملوش لازمه. المهم يعني احسب لي القوه برضه، انت كل المطلوب منك تطلع لي القوه، عايز احسب على الشفط اللي تحت ده، فمطلوب منك تطلع لي القوه اللي عند البيرنج دي ولا عند البيرنج ده. اعملها ازاي؟ قال لك بص يا سيدي، انت مش عندك هنا الترك ب 100 صح؟ تقول لي ان الترك ابو 100 ده هيطلع لي المفروض الترك ده كان ناتج نتيجه، بنقول هنحلل السبار جير اللي عندي، هيطلع ان الترك ده هيأثر على الجير اللي تحت بقوه في الاتجاه ده دي التانجنشال، وقوه في الاتجاه ده دي الراديال صح؟ يبقى محصله القوه كده وعلى زاويه 20 طبعا، ولو انا فوق على الصغيره دي هيديني قوه تانجنشال بس المره دي هتكون في الاتجاه ده، وقوه راديال هتكون في الاتجاه ده، فمحصله القوه اللي هي هتبقى جايه كده هي دي على زاويه 20 تمام. طيب فبقول ان مين اللي كانت بتعمل لي التورك ب 100 على اللي فوق، مين اللي كان هيطلع لي التورك ب 100؟ هقول له التانجنشال لما اضربها في نص القطر، يبقى اقول له التانجنشال دي بتساوي الاف اللي عندي التوتال كوزاين ال 20، مش دي كده كوزاين ال 20 ماشي، مضروبه في البعد العمودي اللي هو 125 على الاثنين، هتطلع لي ايه التورك اللي هو ب 100، كل حاجه عندي ناقص لي الاف، اطلع الاف دي اللي هي هتبقى الاف التوتال اللي هنا كده، لما اخليها كوزاين 20 وساين 20 هطلع هنا الاف التانجنشال بكام اللي هي الدبليو تي، وهطلع هنا الاف الراديال بكام اللي هي الدبليو ار. طيب قدرت تطلع الراديال والتانجنشال كمان. طيب وهنا التانجنشال والراديال نفس المقدار بس عكسهم في الاتجاه. طيب نيجي نقول ايه، نقول ان احنا عندنا على التاني ده في تورك. طب التورك ده مقداره ايه؟ الدبليو التانجنشال اللي انت طلعتها نتيجه التورك اللي هي 100 في، هتقول له 100 اسف على كوزاين 20 في 125، 125 على الاتنين تضربها في ايه القيمه دي كده قيمه القوه خلاص، او على اسف تحت برضو 125 على الاتنين تضربها فين، تضربها في نص القطر اللي هو بكام، هتطلع ب 125، نص القطر اللي عندي 125 تضربها في 125 فوق، فيطلع عندي التورك من الاخر بكام، ب 200. هتلاقي طلعت لك التورك ب 200، التورك بتاع دي ازاي تاني هتجيب الاف التانجنشال اللي هي المفروض ايه
الاف التوتال اللي طلعت معاك كوزاين 20. الاف التوتال كوزاين 20. طب الاف التوتال دي كانت عباره عن ايه؟ هتقول له كانت عباره عن 100 على القيمه دي، لسه تضرب في كوزاين 20 هتطلع كوزاين 20. المهم هيطلع لك ده ب 200 في الاخر، التورك ده عن طريق انك تضرب الاف التانجنشال اللي طلعت معاك فين؟ في بقول لك في البعد العمودي ده، هتطلع معاك ب 200، او بالنسبه بالتنسيب هتطلع معاك برضو التورك اللي هنا ب 200. يبقى التورك اللي على المنطقه دي بكام؟ ب 200 برضو، بس عكس الاتجاه عشان يلشوا بعض. طيب فالتورك اللي على المنطقه دي بيناظر القوه بي في البعد اللي هو ايه ما بينهم، يبقى القوه بي اللي هتلفف في البعد اللي بينهم اللي هو 75، تطلع قيمه القوه بي. خلاص يبقى 200 قوه بي عباره عن ال 200 التورك اللي انا بقول لك هيطلع هنا ب 200 كده كده بالنسبه والتناسب على ال 75 بيساوي القوه بي دي. يبقى انا كده عرفت اجيب القوه بي. تمام حلو. طيب بقول ايه تاني؟ بقول ان انا عندي هنا اروح فاصل كده الشفط ده واقول له ان انا عندي بيرنج اهو وبيرنج اهو، وعندي بتاع في اتجاه محور في رد فعل هيكون في اتجاه محور دوت اللي هو في اتجاه محور واي، ورد فعل في اتجاه محور اكس. خلاص طيب وهنا برضو في رد فعل في اتجاه محور واي ورد فعل في اتجاه محور اكس. طيب وعندي ديت كده في اتجاه محور واي بس البي، وعندي هنا هقول له عند الجير دوت تطلع فوق شويه كده عند النقطه دي، وتيجي تقول له انا عندي قوه في اتجاه محور الزد كده صح. يبقى انا ما عنديش هنا، ما فيش ردود افعال اسف في الاكس، ما فيش ردود افعال في الاكس، الا كان في ردود افعال في الزد اسف. تمام فعندي قوه في الزد. تمام وعندي قوه هنا فين؟ في اتجاه محور واي اللي هي الراديال. كان شكلها عامل ازاي؟ اهي الشكل اللي للداخل ده، والناحيه دي الناحيه دي كده هتلاقيها دي كانت واي ودي الزد بالنسبه لي اتجاه زد الموجب، هتقول انها في اتجاه زد الموجب اللي خارج الصفحه. تمام طيب بعد ما تعمل التحليله دي وتطلع لي القوه اللي عند البيرنج خلاص هتعرف تحلل لي المساله اللي عند 11، لان الحوار سهل، دي سبار جير زي ما هي ما فيهاش بقى، دي مش بيفل، دي سبار جير، فهتعرف تحلل لي 11 دي. طيب ومساله 13 6 4 46 طبعا المساله اللي بعد منها اللي هي 93 نفس الفكره، بس غير التورك خلاه 900 اي بي اف وحولها لاي بي اف. طب وانش، لكن دي بالمليمتر بالطريقه اللي انا شرحتها في الفيديو اللي فات. طيب تعالى بس نكمل، نقول ان احنا عايزين عند المساله كام؟ 13 46. نيجي هنا نكتب المساله عند 13 46، هتلاقي اداك المسألة دي. طب عند المسألة دي اللي هو ايه اللي ناقصك؟ قال لك بص يا ريس، عندك في المسألة دي هو طالب أول حاجة إن أنت أقل قيمة لعدد الأسنان عند الجير اف والجير سي. الكلام ده كان منطبق مع المسألة أنهي؟ معلش تاني، احنا بنقول 388 صح؟ الجير اف والجير سي. فأنت محتاج ايه عشان تجيب البتاع دي؟ كنا بنقول إن أنت تخش في مسائل في البتاع بتاع الميد ترم وتقول لي اقل عدد من الاسنان بتاعت السبار جير. صحيح، بس في البيفل ما تنساش ان انت هتحتاج القانون ده، كنت نسيت اقولها في المسائل بتاعت البيفل، هو بيطلب الجاما في واحده منهم فهتحتاج القانون ده. تمام طيب نرجع تاني بس معلش، بنقول ان انت اقل عدد من الاسنان هتطبق القانون مين؟ القانون ده كده. طيب على الاتنين كي اتنين في واحد خلصنا. الام انت عايز الجير ريشيو، فتقول لي اجيبها منين الجير ريشيو؟ هتقعد تلف مش هتلاقي الجير ريشيو في السؤال. طيب امال فين؟ مش الجير ريشيو دي اللي هي الان جي على الان بي صح؟ قال لك ليها علاقه بالدايمترز برضو، بتساوي ايه؟ دي بتاعت البي على الدي بتاعت الجير صح؟ طيب الدي بينيون او الدي جير اسف على الدي بي، دي جي على الدي بي. طيب الدي جير اللي عندك هتلاقيها بكام؟ هتلاقيها ب 250. طيب والدي بينيون ب 125. حلو، ده اللي كان معطى. يبقى بكام؟ باتنين. يبقى الام جي اللي انت تعوض بيها باتنين، ادي واحد كده عرفنا حاجه. محتاجه تاني؟ محتاج ساين فاي، هو كان مديك الفاي ب 20 بس، ده اللي انت كنت، ده كل اللي انت محتاجه، وكي طبعا بواحد كده كده بنفرده. طيب بعد كده تاني حاجه بيقول لي ايه؟ طبعا هتطلع منها قيمه الان بي هتطلع بتساوي كام؟ 15. عدد اسنان البنيون هتطلع ب 15، وتقول له ان النسبه بين ان بي على ان جي كده كده، الان جي اسف على الان بي بتساوي 2، ما ده ام جي ده كده قيمه الام جي اهي تساوي 2، يبقى الان جير بكام؟ تقول له 15 في 2 ب 30. خلاص كده عرفنا نجيب الحل بتاع دي. طيب بعد كده بيقول لي ايه؟ اسيومنج ان انا عندي 125 مللي متر بيتش دايمتر عند الجير اف. تمام
ايه هو المديول اللي عندي. المديول كان عبارة عن ايه؟ عبارة عن الدي على الان. طيب احنا بنقول ان دي 125 على الان بتاعتها كانت ب 15، يبقى 125 على 15 هتطلع المديول. تمام. طيب بيقول لي احسب التورك الابلايد على الاي اف جي. تمام، احسب لي التورك اللي عندي على الاي اف جي. هو كان مديني فوق ان دي بالهورس باور، دي للاسف بالكيلو وات، ومديني الان ب 191، فبنقول ان التورك في الاوميجا بيساوي الهورس باور اللي هو بكام؟ ب 2 كيلو وات المره دي، 2 في 10 اس 3 عشان احولها لوحده قياسيه، اقسمها على الاوميجا اللي هي 2 باي اف. طيب 2 في باي دي سهله، الاف اللي هي ايه؟ المفروض ريفوليوشن بير سكند، فانا هضرب دي 191 على 60 اطلع الايه؟ التورك. طبعا المسألة دي مش بالدرجة المميتة ان انت تعرفها، بس انا قلت ايه اقولها لك من باب العلم. تمام. طيب تبقى عرفت فكرة حتى يعني. تمام، لو جيت ماشي ايدك هتلاقي الموضوع سهل فيها جدا، ما فيش اي حاجة يعني. طيب المطلوب اللي بعد كده كان عايز، هو بعد التورك بيقول لي انا عايز ماجنتيود بتاع الايه، الراديال فورس. تمام، والتنجنشال اصلا انت عارفهم من تحليل القوة، فمش محتاج تحسبهم هنا، هو هنا حسبهم عن طريق الاوميجا تي، ومعاك قانون الباور اللي هو كان مش عارف بنحط 36000 والى اخره، هتجيبه من هنا وتخش على مسائل، تخش على السبار جير في القانون، في القوانين بتاعتها بتاعت الراديال والتنجنشال والى اخره، مش بتاعت النسبة والتناسب، هتلاقيها تحت. تمام، فكان في قانون اللي هو بتاع الدبليو تي بيساوي الـ 60000 اتش على باي في الان دي، او 33000 اتش على الفي. فانت معاك الاتش تمام، والاوميجا معاك، تقدر تجيب الدبليو تي بكام. خلاص، بس هتلاقي هي اللي انت جبتها من تحليل القوة اصلا، يعني هي اللي انت لسه مطلعها من تحليل القوة. تمام، الدبليو تي انت كنت في الاول خالص لو تفتكر، عشان بس الناس ايه، 388 388 ثاني. في الاول خالص لو تفتكر هنا قلت لك هتعمل الترك ازاي، هتروح تيجي تقول هنا الترك دوت عبارة عن القوة اللي هي الأفقية الاف، وطلعت قيمة الاف. الاف تي بقى هي اللي ايه، للداخل او للخارج، وكنت بقول لك ان هي كوزاين فاي. تمام، من هنا كده كوزاين ال20. تمام. طيب فالاف تي اللي انت هتجيبها من هنا كحسابات هي ان انت تحسب الدبليو تي اللي بتساوي الاتش في مش عارف ايه نفس القيمة، فانت معاك اصلا قيمة الايه، الدبليو تي والاف تي والى اخره. طيب بعد كده لسه كده مسألة ال 14 39 وال 14 40 هي مسألة الأجمل ديزاين، وهتروح فاتح الملف اللي هو ده. تمام، وتدنك ايه، ترص معاك القوانين دي من أولها لآخرها. تمام، بنفس الطريقة اللي أنا كنت بقولها، والتعديلات اللي أنا قلت عليها في المسألة اللي ايه، المسألتين اللي هما دول، اللي هما دول في المسألتين دول. تمام، فالفكرة بتاعت السبعة وثمانية تعتبر فكرة مكررة من دول. خلاص، مفيش حاجة جديدة غير بس الفكرة ان هو يفاجئك بان في حاجة اسمها سبروكت ومش عارف ايه، بس احنا ما خدناش سبروكت كتصميم يعني، اللي هو الحاجات اللي علاقة بالبيلت، ما خدناش سبروكت في اللي هي سبعة دي. لكن احنا طبعا احنا سبعة مش هتيجي في الامتحان ما تقلقش، لكن احنا بنقول ان انت ايه، كسبعة دي اصلا بتاعت شفت ديزاين كمان، فدي اصلا مش يعني مش دي يعني، احنا كنا خدنا شابتر في البيلت والسبروكت كان معاه، فاحنا لا مش عن السبروكت، بس هو اداك الفكرة ان انت ادي القوة هنا هضربها في البعد العمودي بس مش اكتر. تمام، دي كده كل المسائل اللي كانت في المرجع، واللي مطلوب منك زي ما قلت لك الحاجات دي مع دي ودي مع الاثنين دول، وتكمل للاخر، وده طبعا مع ال11 وال13 وال14. تمام، بس اللي بعد كده كله هي مسألة دي تحليل قوة مش مبنية، حتى ما وصلتش ال11، واللي قبل كده برضو مش ما وصلتش ال11 خالص، بس دي الفكرة.